معقل الزعماء، معقل الهلالية. بعد تحدي البارح وأولت البارح قالوا الشباب لازم تجي عند مؤسسين الهلال، ومعقل الهلاليين، معقل الزعماء. نعم الله 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 أكبر. القيصر الآن أصبح لسان للهلاليين، والله كلها بسبايبكم. طبعا هذا أخوي زهران، عائلتنا ما كان فيها ولا هلالي، والآن دخل الغزو إلى زهران، كان أهلاوي وصار هلالي، والشيخ بيجر طبعا هذا من يوم هلالي، وهذا القيصر الصغير أصبح هلالي، وهذا الابن طال عمرك كان نصراوي، وقلت له ما راح أأثر عليك، تعب في حياتي مسكين، وتحدى مع هذول الاثنين، وألتقى مع ديجو ومع بيجر كذلك، ومع بيجر قبل مباراة الهلال والنصر الأخيرة، وسوينا تحدي. الله، إذا فاز الهلال إيه؟ يقلب هلالي، وإذا فاز النصر نقلب نصراوية. الله، فاز الهلال والقيصر قولوا فعل، كفو فعلا، كفو أصبح هلالي، والله كفو الهلال يعزك. أنا يعجبني أنه صامل وأنه إيه؟ على التحدي، واليوم كفو كفو. واليوم جينا عند ايه، جينا عند ابو عبد الرحمن اليوم علشان نعلن ونوثق هذه ايش اللحظه المهمه هنا في معقل ها الزعماء. يا سلام، اول شيء نتشرف فيكم، الله يسلمك، ونتشرف في الابن المثنى والشباب على التحدي هذا الرائع اللي سووه، لانكم عارفين ان الهلال بيفوز، فاللهم لك الحمد، يعني الهلال بيض الوجه، وكان ودنا النتيجة أفضل من كذا عشان برضو يستانس. وين 3-0 وش بعد تبغون؟ لا زيادة كان. خفوا على الفرق يا أبو عبد. يعني خلوها 3 بس. المهم إن الزعماء كبار بفريقنا، يعني ما منا من النوع اللي يعني نهايط على أفريقيا وإن نطقطق عليهم، هدفنا إن بطولات، صح ولا لا؟ نحسب بطولات ونهتم في فريقنا، وهذه ثقافة الزعماء. كفو. فان شاء الله تفرح بكاس العالم الأندية ان شاء الله، وان شاء الله انك انت بتروح النادي، الله، ويستاهل تيشيرت موقع من جميع اللعيبه. كفو. انا كنت اقول ان نوصي يعني اللي وده يعني يفرح بالبطولات وبثقافه الهلال وينضم للنجوميه العالميه هذه والافراح اللي تشرف الوطن، انه يحذو حذو الابن المثنى، وانه اي واحد من نبغى بيجر بعد والشباب بعد يتحدون مع الاطفال الجدد، اي كلهم عشان تعم السعادة على الشباب. يعني جميع المشجعين كرة القدم سواء على مستوى السعودية او الوطن العربي عارفين الهلال وارقام الهلال وتاريخ الهلال، لكن بعض المشجعين تكون عنده كبرياء يكابر على تشجيع نادي وهو عارف انه ما في احد راح يكون مثل الهلال، لكن نقول شوفوا تاريخ الهلال، شوفوا انجازات الهلال، حياكم.